الكويت تخلف تونس في رئاسة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. انطلاق الحوار الوطني حول الدستور في جندوبة. المبعوث الأممي إلى دمشق يقدم مقترحا جديدا لحل الأزمة السورية. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قناة حنا بعل. جولتنا نستهلها بالشأن الوطني، حيث خسرت تونس رئاسة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في اختتام أشغال المؤتمر 21 لمنظمة أليكسو، ووقع انتخاب مرشح دولة الكويت عبد الله حمد محارب مديرا عاما خلفا للتونسي محمد العزيز بن عاشور. تقرير محمد علي العياري. مدير عام جديد على رأس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هو الدكتور عبد الله حمد محارب من الكويت، توج إلى هذا المنصب في ختام أشغال المؤتمر 21 لمنظمة الأليكسو خلفا للتونسي محمد العزيز بن عاشور. مرشح دولة الكويت حمد محارب حصل في عملية انتخابه على 12 صوتا مقابل 9 أصوات للمرشح التونسي وزير التربية الحالي عبد اللطيف عبيد. منافسة خاضها في جولتين أمام 3 مرشح هم وزير التربية التونسي ورئيس الدورة الحالية للمؤتمر العام عبد اللطيف عبيد، ومرشح من العراق وآخر من موريتانيا. المدير العام الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سيطلع بمهامه لدورة تمتد لأربعة سنوات على رأس منظمة عربية هامة أنشئت منذ 24 عاما. قتلت أم وابنتها في حادث مرور مروع جدة بالطريق الرابطة بين معتمديتي المتلوي وأم العرايس من ولاية قفصة، وتعود أسباب الحادث للمجاوزة الممنوعة. مزيد التفاصيل في تقرير الهادي بوصفة وتصوير عادل شهباني. جدة بالطريق الجهوي الرابطة بين معتمديتي المتلوي وأم العرايس من ولاية قفصة حادث مرور مروع أودى بحياة أم وابنتها، فيما تم نقل بقية المصابين إلى مستشفى حسين بوزيان بقفصة. الحادث هذا سيدي ومات مات ماتوا فيه زوج، وثم وليد آخر زيد مضروع عاد بيموت، عدوه محسوب مكمل، والشفور نتاع الكهرباء هذيك المحامي كذلك تعب، هذا السيد المعتمد كذلك تعب. صورة الحادث حسب شهود عيان تعود إلى المجاوزة الممنوعة، حيث قام أحد السواق بالمجاوزة دون التفطن لقدوم شاحنة من الاتجاه المعاكس. هذا وأطلق أهالي أم العرايس نداء استغاثة مطالبين بتحسين وضعية الطريق. يجي يحطوا لنا مقاول مش ياخذ من الطريق، يعملوا لنا يقولوا له مثلا 8 متر ويعملوا 6 متر ويعملوا الحافة عالية، أقل شيء تهرب شوي تلقى روحك هنا في الهفوف. نفذ مؤخرا عدد من سكان مدينة جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ضمت مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث طالبوا الحكومة تنفيذ برامجها التنموية التي وعدت بها. تقرير شيد القروي، تصوير وجدي السلطاني. نفذ عدد من سكان مدينة جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ضمت مختلف الشرائح الاجتماعية، وقد رفع المحتجون شعارات طالبوا من خلالها الحكومة بتنفيذ برامجها التنموية التي وعدتهم بها عند توليها الحكم، خاصة وأن نسق التنمية تراجع بنسبة 39%. وأوضح المحتجون أن منوال التنمية في جهة جندوبة هو منوال هزيل ارتكز على مشاريع لا علاقة لها بالتشغيل كبناء أسوار المدارس وما شابهه. كما بين المحتجون أنهم في حاجة إلى تعبيد الطرقات وإنجاز الجسور لتوفير مواطن الشغل حتى يتمكن العاطلون عن العمل من الحصول على العيش الكريم ومجابهة غلاء الأسعار. جندوبة ما يلزمش نعاولوا كيف ما نسمعوا في الحكومة ولا في المجلس التأسيسي يحكوا على أساس أنه التشغيل هو من مهام الخواص، يلزم الدولة تتحمل مسؤولياتها. آلية تاخذ ب 120 والحضاري 95 دينار. لا يحب نسأل الحكومة ذي بالله، ثم عبد في الدنيا مسؤول على عائلة باي ولا سواء باي سواء أم تخدم 90 دينار وإلا ب 120 دينار، هذه شهرية. على إثر بيان رئاسة الحكومة الصادر في 26 من ديسمبر الجاري والمتعلق برفع الالتباس حول مجال استخدام الدراجات النارية ثلاثية العجلات، والقاضي بأن هذا الصنف من الدراجات سيقع استغلاله حصريا في نقل البضائع والمنتجات دون الأشخاص، قمنا برصد آراء سائقي سيارات التاكسي حول هذا الموضوع. تقرير سهير جعفر، تصوير راشد بن صابر.
يتواصل تذمر سائقي سيارات التاكسي بخصوص مشروع 21,000 دراجة نارية ثلاثية العجلات المتعارف عليها بالتوكتوك، الذين أقروا بأن مثل هذه العربات من شأنها منافستهم في مورد رزقهم لاعتبارها أقرب لحمل الأشخاص منها لحمل البضائع، كما تزعم حسب تعبيرهم رئاسة الحكومة. شناهي التاكسي 40 مليون باش هو يجيب توكتوك ما عادش نخدمو نحن. توكتوك لاسيرونس نتاعو ب 100,000 يركب بدينار ما غير كونتور، واحنا لا عندنا خدمه لا زود معاكم تيوب. توكتوك قالوا على اساس باش يعملوها نقل بضائع، وبعد راهم يعملوها على نقل الاشخاص، فعادي جدا معناها عادي من بعد يدور لك يقول لك راهو نعملها على نقل الاشخاص. هاك مصوره في الجريده اليوم مهبطها راهي بالواحد فيها 6 بلايص، كي تقول كارم تقول زينه وعزيزه الفانتويت هذيك. من جانبهم أيد بعض المواطنين سائقي التاكسي بأن من سلبيات هذا المشروع كذلك الزيادة في اكتظاظ الطرقات. التاكسي الجماعي هذايا والكيران وزيد التوك توك تولي برشا، هاك تشوف النقل الريفي في وسط البلاد فهمت، في الباساج في برشلونة وتزيد تجيب التوك توك. مريتهم التاكسيات هذوما كل قدرة ربي التوك توك شقلي عليهم، لخاطر ريت البلاد هذايا أختي هاك تشوف حتى بسكليات ما عادش نجم تقبلها بلادنا ومش توك توك. بعض الآراء تجزم بدورها أن هذه العربات ضرب للسياحة كما أن استخدامها ضرب من الرجعية. بالنسبة للتوكتك احنا دولة متقدمة وبلادنا بلاد سياحية، المفروض اللي تخمم به التوكتك هذا تنظم به القطاع النقل اللي هي التاكسي وغير التاكسي، هذيك منظر البلاد. أول حاجة السائح لما ينزل لتونس ينظر للبلاد شنو التوكتك هذيك. كل شيء يصير جديد في هذا تونس، كل مرة تسعى بحالات البلاد تقدم ونحن نوخره، العالم عمال طاير في التكنولوجيا والحاجات ونحن نرجع يرجعون عاد الكريتة والكاليس والسلام عليكم. بين توفير 30,000 موطن شغل حسب بيان رئاسة الحكومة وضرب مصالح قطاعات اقتصادية هامة، تبقى التجربة وحدها كفيلة بترجيح كفة نجاعة هذا المشروع. انطلق اليوم بفضاء المركب الثقافي عمر السعيدي الحوار الوطني حول الدستور بحضور البعض من أعضاء المجلس التأسيسي. أهم التدخلات تمحورت خاصة حول التشغيل وحول الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهمته. تقرير رشيد القروي، تصوير وجدي السلطاني. بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمجلس الوطني التأسيسي، انطلق بفضاء المركب الثقافي عمر السعيدي بجندبة الحوار الوطني حول الدستور بحضور أعضاء المجلس التأسيسي. أهم تدخلات المواطنين تمحورت حول عدم إدراج تجريم التطبيع بالدستور وحول الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهمته. وعن التشغيل انتقد رئيس التنسيقية الجهوية للمعطلين عن العمل وليد المزني عدم التنصيص على حق العامل القار إضافة إلى الحق النقابي. في خبر آخر، قرر المحامي فتحي العيوني رفع قضية ضد المدونة والصحفية ألفة الرياحي بسبب نشرها فواتير لإقامات وزير الخارجية رفيق عبد السلام في فندق شيراتون واتهامها إياه بإهدار المال العام، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية فبركة لقصة من أجل تشويه شخص الوزير والمساس من سمعة الوزارة. ألفة الرياحي أكدت من خلال مكالمة هاتفية أجراها معها قسم الأخبار بقناة حنبعل أنها دعت إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع وأنها تملك معطيات تدين وزير الخارجية. من جهة أخرى، نظمت وزارة الفلاحة اليوم الجائزة الكبرى لسباق الخيل التي أشرف عليها وزير الفلاحة محمد بن سالم، والتي تعتبر فرصة للإعداد للمسابقة الدولية للخيل التي ستحتضنها تونس العام القادم. تقرير وصف بسيلة، تصوير صابر الجاسمي. اختتمت اليوم المسابقة الكبرى للفروسية التي تنظمها وزارة الفلاحة للجيادة العربية الأصيلة والجيادة الإنجليزية، وتعتبر الدورة الحالية لمسابقة دولية تستعد تونس لاحتضانها العام المقبل. عندنا سباق دولي هو كل عام في بلاد ليبيا الجزائر تونس والمغرب. بالنسبة للسباق الدولي هذا المغاربي سينعقد في أول ديسمبر 2013، وهذا بالنسبة للسباق الدولي. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والرياضية، يكون من المهم الحديث عن احترافية رياضة الفروسية وجعلها ذات أبعاد اقتصادية وتنموية لا تقتصر عن الفئات الميسورة أو المجالات الترفيهية الضيقة. وزارة الفلاحة نعاون في الناحية الفنية
احنا ماناش مستثمرين، احنا نوفر لهم الفضاءات، نوفر لهم الاطباء البياطره، نوفر لهم الفنيين اللي يعاونوا القطاع الكل باش يتطور، وهذا اللي قايمه به وزاره الفلاحه بشكل جيد. ما فيش الا المؤسسه هذه، فما مؤسسه اخرى بتاع تجويد الخيل في سيدي ثابت، هذه كذلك مؤسسه مهمه جدا معناها في التطوير الجينيتيك في هذا المجال. فبالتالي دور وزارة الفلاحة عندها دور مهم اتبع به المستثمرين واتبع به الناس المغرومين بالمجال هذا. تربية الخيال والفروسية رياضة وثقافة أصلها ثابت تاريخيا، ومستقبلها يتطلب أكثر عناية من كل الأطراف. شهدت مدينة سليمان اليوم اجتماعا شعبيا للتنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بحضور الناطق الرسمي باسم الجبهة حمى الهمامي، الذي قدم راية حزبه والحلول التي تقدمها الجبهة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. تقرير شيراز النيلي، تصوير محمد علي بوليلا. نظمت اليوم التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بسليمان اجتماعا شعبي بحضور الناطق الرسمي باسم الجبهة حمى الهمامي، حيث أكد على أن برنامج الجبهة يحمل مشروعا خاص يقدم حلولا جذرية للمشاكل المطروحة بالمنطقة. الاجتماع اللي عملوه اليوم أنا في سليمان هو يندرج في إطار الاجتماعات اللي قاعدين نعقدوا فيها في العديد من المناطق. نحبوا نتحدثوا معاهم ونحبوا نفهموا قضاياهم، ولكن هو مازال يعرفوا موقفنا نحن من القضايا نتاعهم، ويسمعوا مقترحاتنا احنا، يسمعوا برنامجنا لحلان معناها لمشاكلهم خصوصا في هذا الظرف الصعيب هذا. واشار حمى الهمامي ان من اهداف الجبهه التعويل على الطاقات الذاتيه والتخلص اقصى ما يمكن من المديونيه. تونس المديونيه نتاعها ما بين 87 لتوا زادت حوالي منها 6 مرات، وخلال ال 15 سنه او ال 20 سنه الاخرانيه ولينا نتسلفوا باش نخلصوا الديون هذيك، وما طورتش بلادنا. انا قاعدين نشوف ما طورتش، هذاك علاش نحن الجبهه الشعبيه هدف من اهدافها التعويل على طاقاتنا وللتخلص اقصى ما يمكن معناها من المديونيه. كما عبر اعضاء مجلس الامناء بالجبهه الشعبيه عن طموحاتهم التي تؤمن بامكانيات منطقه سليمان للنهوض بها في مجال الصناعه والفلاحه والسياحه. المنطقه قادره باش تكون افضل بكثير، قادره باش تكون قطب سياحي عالمي. الجبهه الشعبيه عندها طموحات تأمن بإمكانيات سليمان مدينة ومعتمدية، سواء كان من ناحية الصناعية وفي نفس الوقت زاد الفلاحة. فما تقاليد كبيرة متاع خضروات ومتاع مواد طازجة، والقرب من إقليم تونس معنا أكبر سوق استهلاك في البلاد، يمكن يخلي سليمان تنجم تكون قادرة باش تطور فلاحة. أدى سمير بالطيب وأحمد إبراهيم زيارة لمعتمدية أم العرايس من ولاية قفصة، حيث أشرف على اجتماع شعبي وسط حضور جماهيري كثيف. مزيد التفاصيل في تقرير الهادي بوصفة وتصوير عادل شهباني. أدى كل من سمير بالطيب الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي رفقة أحمد إبراهيم زيارة لمعتمدية أم العرايس من ولاية قفصة، حيث أشرف على اجتماع شعبي وسط حضور جماهيري كثيف. في هذا الإطار أكد أحمد إبراهيم أن الزيارة تأتي في إطار المساندة لأهالي الحوض المنجمي، خاصة بعد عدم إدراج شهداء الحوض ضمن شهداء الثورة، مبديا استغرابه من تجاهل الحكومة لهذه المنطقة. أما سمير بالطيب فقد أكد على وجوب رد الاعتبار لأهالي الحوض المنجمي، كما تناول الوضع السياسي العام بالبلاد متهما حركة النهضة بالثراء، كما اتهم رئاسة الجمهورية بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، مؤكدا مساندته لأهالي المنطقة في كل تحركاتهم السلمية. جينا هون الاستجابة لدعوة من مناضلينا ومن المواطنين الكل في منطقة الحوض المنجمي اللي وقفنا معها في 2008 وقت اللي كانت الناس الحيط الحيط، وقفنا معها وكسرنا عزلتها. اليوم بعض الناس في الحكومة ما هوش فاهمين اللي ما ثماش إعادة اعتبار بدون إعادة اعتبار لشهداء الحوض المنجمي. للأسف محاولاتنا لسحب المنشور اللي يتعلق المرسوم عفوا اللي يتعلق بالشهداء وجرحى ثورة الكرامة ما حبوش يسحبوه على الشهداء وجرحى الحوض المنجمي، ولكن لن نتوقف عن الحد، سنبقى نطالب لأنهم هما وعدونا أن هذه المسألة تخص لها جانب في قانون العدالة الانتقالية.
عقدت رابطة حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بالجسرين مؤتمرها التأسيسي الأول، وذلك بإشراف السيد شكري بلعيد الأمين العام للحزب. هذا المؤتمر حضره جمهور غفير، وذلك للتعبير عن رأيه واهتماماته. تقرير ببكر الجمودي، تصوير جاد المنصري. عقدت رابطة حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بالجسرين مؤتمرها التأسيسي الأول، وذلك بإشراف السيد شكري بلعيد الأمين العام للحزب. هذا المؤتمر حضره جمهور غفير أتى ليعبر عن رأيه ويبسط مشاكل الجهة سواء على المستوى السياسي أو على مستوى التشغيل والتنمية. وقد أكد أيمن العلوي المنسق الجهوي لرابطة حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بالجسرين، أكد على ضرورة إعادة الاعتبار إلى ولاية الجسرين باعتبارها عاصمة الشهداء وتفعيل برنامج التنمية المخصص لها على أرض الواقع. تعقد اليوم الرابطة الجهوية للحزب بالجسرين مؤتمرها التأسيسي الأول تحت شعار نتحد انتصارا للشعب الكادح ووفاء لعاصمة الشهداء. هذا رينا أنه الشعار هذا يتماشى مع مبادئ حزبنا وأهدافه أولا، ثانيا مع الوضع الراهن في البلاد، وعاصمة الشهداء لم تزل تعاني الفقر، لم تزل تعاني الخصاصة، لم تزل تعاني البطالة، بل أكثر من كل هذا لم تزل تعاني الحجرة والتهميش. نظرة مستقبلية لتونس ما تنجم تتم بالمعنى الإيجابي إلا إذا كانت وفرت إرادة جدية للعودة المطالب هذا الشعب في ثورته في مساره الثوري، إلا إذا كان الناس تخلت على أنانياتها ومصالحها الحزبية. المنطقة السياحية جربة جرجيس من ولاية مدنين تعيش على وقع استقبال السنة الجديدة 13 و2000. العديد من السياح خيروا التواجد في تونس للاحتفال بهذه المناسبة في أجواء متميزة. تقرير ميمون التونسي، تصوير رياض الساحلي. تعيش المنطقة السياحية جربة جرجيس من ولاية مدنين على وقع استقبال السنة الجديدة 13 و2000 من خلال توافد السياح على هذه الوجهة للاحتفال بهذه المناسبة. جربة هي بلاد شابة فيها الشمس، الناس ملاح، يرحبوا بالناس بالسائحين. إنها المرة الثانية التي أقضي فيها نهاية السنة في جربة. أتمنى صحة جيدة للجميع وأدعوكم شخصيا للقدوم إلى جزيرة الأحلام جربة. ويسعى أهل المهنة وكل الأطراف المتداخلة إلى توفير أفضل الظروف لكل الزوار حتى يقضون احتفالات آخر السنة في أجواء متميزة. السنة هذه على غير العادة كانت صعبة شوية وأثرت حتى على الحجوزات في السنة الإدارية، لكن احنا مقارنة بالجهة عندنا نسبة استيواء 30%، والحرفاء متاعنا جاءوا عندهم أسبوع وأسبوعين ويغادروا إن شاء الله يوم 3 جانفي. انخفاض نوعا ما بالنسبة للتعبية، أكيد ثم برشا الظروف لاحظنا زادة، ثم النسبة الكبيرة هي السياح من الجنسية الفرنسوية، ثم نوع أقلية من ألمان والإيطالية. بالنسبة للسياحة الداخلية تمثل نسبة أقل شوية بالنسبة لـ 2011. وعن مؤشرات احتفالات آخر السنة يتحدث لطفي السويسي المندوب الجهوي للسياحة بجربة. نسبة الإيواء تعتبر مرضية جدا، وستكون السنة الإدارية الجديدة وخاصة الموسم السياحي الجديد 2013 هو موسم الانطلاقة الحقيقية لانتعاشة الموسم السياحة بجهة جربة جرزيس. جولتنا العالمية نبدأها من سوريا، حيث اقترح المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي حلا جديدا للأزمة السورية يتضمن وقفا لإطلاق النار وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. التقرير لنهل الحبشي. صرح المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في مؤتمر صحفي أن له مقترحا للخروج من الأزمة السورية يستند إلى إعلان جنيف ويتضمن وقفا لإطلاق النار وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. ونبقى مع الشأن السوري، فقد بلغت حصيرة العنف أمس 180 قتيلا، نصفهم من المدنيين، حيث عثر على عشرات القتلى في حي دير بعلبة بعد اقتحام القوات النظامية للحي. سمحت مصر لأول مرة منذ حصار قطاع غزة سنة 2007 سمحت بدخول مواد بناء وتجهيزات عبر معبر رفح ستخصص للمشروع القطري لإعادة إعمار القطاع. وكانت قد دخلت القطاع اليوم 6 شاحنات في انتظار إدخال المواد تباعا بعد تنسيق مسبق مع المسؤولين المصريين.
جرت اليوم في نيودلهي مراسم تشييع الطالبة الهندية التي تعرضت لاغتصاب جماعي وسط إجراءات أمنية مشددة خشية اندلاع احتجاجات شعبية جديدة. وانطلقت مراسم التشييع بعد وصول جثة الفتاة إلى مطار نيودلهي داخل تابوت مذهب. هذا وتشهد الهند باستمرار جرائم اغتصاب دون عقاب. أعلنت السلطات الباكستانية مقتل 20 زائرا شيعيا على الأقل وجرح العشرات، وذلك بتفجير سيارة مفخخة عند مرور حافلات تقل الزوار جنوب غرب باكستان. ومن جانب آخر قتل أكثر من 20 عسكريا باكستانيا بعد اختطافهم منذ 3 أيام من قبل حركة طالبان. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية نشرتنا، وإليكم التذكير بالعناوين. الكويت تخلف تونس في رئاسة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. انطلاق الحوار الوطني حول الدستور في جندوبة. المبعوث الأممي إلى دمشق يقدم مقترحا جديدا لحل الأزمة السورية. فريق الأنباء يشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.